مشكورا وأجزى لهم الأجر والمثوبة فكان جزاؤهم موفورا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب الحوض الأعظم والمقام الأكرم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر عدد ما هل هلال وأنور، الله أكبر عدد ما تهجد مصل واستغفر، الله أكبر ما صام صائم وأفطر، الله أكبر ما قام للتراويح قائم واستغفر، الله أكبر ما تهجد المتهجدون وأحيوا ليلهم إلى السحر، الله أكبر ما قام المتهجدون ليلة القدر وبشرهم بالظفر، الله أكبر ما اعتمر معتمر وكبر، الله أكبر ما لاح صباح عيد وأسفر، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. أيها المسلمون، عيدكم مبارك، وتقبل الله صيامكم وقيامكم وصدقاتكم وجميع طاعاتكم، وكما فرحتم بصيامكم فافرحوا بفطركم، هنيئا لكم أديتم فرضكم وأطعتم ربكم، صمتم وقرأتم وتصدقتم وتهجدتم، فهنيئا لكم ما قدمتم وبشراكم الفوز بإذن الله برحمته وجنته. أيها المؤمنون، لقد مضى رمضان صامه المسلمون وأخلص فيه عباده المفلحون، فنقى ضمائرهم وطهر سرائرهم وآتاهم الله رشدهم وتقواهم، التزم فيه المتقون فارتقوا من حال إلى حال ومن مقام إلى مقام. ثم جاء العيد وهو يوم من أيام الله المباركة، جمعكم الله في صباحه المبارك على تقوى وإيمان، بعد أن أديتم فريضة الصيام، وها أنتم الآن في ضيافة أكرم الأكرمين، ترجون الفوز بجائزة صيامكم وقيامكم وطاعتكم، فهنيئا لكم صيامكم، وهنيئا لكم إفطاركم، وتقبل الله زكاتكم. أيها الموحدون، ليس من الرشد أن يعيش المرء في جو من الصفاء النفسي والسمو الأخلاقي شهرا واحدا في سنته، ثم ينطلق بعدها إلى حظوظه وشهواته، بل الرشاد والهدى أن يشعر المرء أو المرء بدافع مستمر يدفعه إلى طاعة الله عز وجل والإقبال عليه والعمل بمحكم القرآن والسير على خطى سيد ولد عدنان. والمؤمن الحق يتخذ من شهر رمضان نقطة انطلاق جديدة نحو إيمان أعمق وسلوك أقوم، والمؤمن الحق يصوم فمه ويفطر وتصوم جوارحه فلا
الله